هلا وغلا ومسهلا، يلا نبلش الفقرة مع بعض مثل ما وعدتكم. اليوم شوي نتكلم عن الحواجب وشلون نرسمها صح وشلون نرتبها صح. أنا عندي الحواجب ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله لك يا رب، ممتلئة، بس عندي هني مو مرتب، عندي هني مو مرتب، عندي هني عندي فراغات هني، يعني ما في إنسان كامل. يعني أوكي حواجبي حلوة والحمد لله، بس هم لازم تترتب. أول شيء أحتاج أني أنا أمشط حواجبي عشان أفهم وين أنا متوجهة، وين رايحة. هذا أول شيء أسوي، يعني أفكر هذا أخليه سبايكي ولا أنومه، ولا هني أرفع شوية، أبي أكثفه أكثر، هني إيش كثر راح أعبي، راح أعرضه وايد، نهايته أبي مرفوع. بالنسبة لي أنا هذه أهم خطوة، يعني قبل لا مثلا أرسم لازم أشوف شنو الشيب اللي أنا أبي، يمكن أبي أرفع هني شوية، أشوف شلون طالع شكله عشان أقرر. تمام، فهذه فرشة عادية أنا عندي إياها من بنفت اللي هي من الجهتين، اللي هي صايرة كذي وكذي. الخطوة اللي بعدها عاد فهمت إن أنا أحتاج شوية أعبي هني، أحتاج شوية هني، وأحتاج هني أرسم شعرة شعرة شوية، وهني يمكن أطول شوية. فهمت الخطة اللي بمشي عليها. So, شنو راح استخدم علشان أسوي هالخطوات؟ ممكن تستخدمون قلم، ممكن تستخدمون جل حواجب، اللي تبونه واللي أنتم متعودين عليه. أنا بالنسبة لي راح استخدم اليوم اللي هو الجل مال بنفت، اللون رقم 5 يصير شي شوكولات. هذي شايفين؟ ني شيء وني شيء ثاني، قاعد أجرب ألوان. طوفوا ما عليه، وايفش له، خل أروح شو اسمه. على فكرة هم الجل مال بنفت تي معاه فرشة، حتى حجمها حلو والله لطيفة، بس ما راح استخدمها لأنها قصيرة. شوفوا إيش قصرها، راح استخدم الفرشة الأطول من بنفت لأنها أقدر أتحكم أكثر. شنو الحين التريك أو الخطة الخمسية؟ إن إحنا لما ناخذ الجل، يعني خففي بإيدك أول، لأن إذا على طول رحتي على الحاجب راح تجيبين العيد، فإحنا ما نبي نجيب العيد، إحنا نبي ما نتهور. ثاني شيء وأهم شيء إن إحنا ما نرسم خط، يعني هذا فن، لا إحنا نرسم خط خط. يعني أنا راح أبلش هني، عرفتوا ليش أحب هالفرشة؟ لأن أقدر أقرر شنو أسوي من التمشيط ومن الرسم. سو خلي أقرب. اوكي الخطة اني انا اعدل بالضبط الخط اللي انا ابي. شوفوا في ناس تحتاج اكثر، انا ما احتاج اكثر من كذي. بالنسبة حق هذا الخط، هذا الخط عندي تمام. راح اروح وين؟ سوري اوبس، راح اروح وين؟ راح اروح هني نفس الشيء، ما ابي ارسم خط. يصير سوري لاني ماسكه منظره ثانيه. ايون استعين، تدرون بشنو استعين؟ بطرفها، واروح خط خط بكل هدوء، لا اتهور، ما اخذ وايد برودكت وما اخذ. بعد ما سويت الخطوه مشطي، لأن تمشيط الجل نفسه راح يوزعه أكثر ويخلي شكله طبيعي أكثر. الحين ايش راح أسوي أنا؟ راح أطول هني شوية، أبي لي برا. أخذت شوية من الجل، شلت الزايد، والحين إن شاء الله إن شاء الله تكونون قاعدين تشوفون، بأخذ هني شوية وأطول نتفة. شفتوا؟ مو أكثر من كذي، بس هذا اللي أبي.
بعدين أعبي الفراغات اللي هني وهني، شارة شارة. اوكي هني شوية. لا تحاتون من الزوائد، يعني عندي شوي زيادة هني. الخط مرتب فيه فقرة أخيرة اللي هي أنظف وأرتب الخط بالكونسيلر. أنا مو حاطة كونسيلر تحت حاجبي للحين، بس حاطة حوالين عيني. فالحين أنا خذيت الرسمة اللي أبيها، لكن شلون أثبت الشغل هذا كله؟ بالنسبة لي أنا لازم 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 أني أنا أستخدم جل بنفت. هذا الجل تدرون شنو يثبت الحواجب؟ هذا ما كنت أعرفه للأمانة، علمتني عليه غدور سبتي. تروح تاخذ بالديوتي فري 4-5، كل ما نسافر 4-5 تخشهم قبل لا ينزل بوتيكات هذا الجل. فكنت اقول لها ايش دعوه ايش فيك؟ تقول بثينة هذا ما احصله، دائما يكون سولد اوت. بعد ما جربته فهمت لانه يثبت الحواجب، هو شفاف 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 شفاف. بس تدرون شنو يثبت الحواجب؟ يخليها ما تزحزح. بس الجل لا، مو الحين، لا 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 انا اسفه، الجل هذا بعد الكونسيلر، لان هذا راح يثبت الحواجب هني هني التثبيته الاخيره فاينل تات. شفتوا الفيكس بلس مال البشره شلون هو اخر ستيب؟ هذا بالنسبه لنا راح يكون اخر ستيب. فالحين شنو نرتب بالكونسيلر؟ الكونسيلر اللي دائما استخدمه الترا اتش دي، لان تغطيته عاليه وخفيفه بنفس الوقت، ما يعطيني تكتلات، حتى حق تحت العين وايد ممتاز، ينور وما يخطط. سو تاخذون فرشة فلات كذي حفتها ضعيفة حيل، وناخذ شوية من الكونسيلر وننظف. خليج دقيقة، الحين أنا قاعدة أصور الله يستر، وقاعدة أشوف عدل. شفتوا شلون نظفته؟ الحين راح اي هني كذا راح توزع على تحاتون. اوكي، والحين راح اخذ اكسترا شويه، اخذت شويه زياده، راح اروح ورا الشعر وارسم هذا كله، راح يتوزع لا تحاتون. يما الله يستر الحين مو قاعد اشوف عدل. اوكي انزين تمام. الحين راح اخذ اوريكم الفرشه اللي راح اخذها عشان اوزع هذا كله. اخذت فرشه كذي شويه فلافي، مو وايد فلات، صغيره عشان اوزع الكونسيلر. ولاحظوا ان شلون يندمج معاي بسرعه لسببين مهمين، قوام الكونسيلر وايد حلو، بلس اني مو حاطه وايد، ترى حاطه نتفه علشان لما اي اوزع ما يصير كله أبيض هني، فهمتوني؟ فأوزع الأطراف والأماكن الحادة عاد هني مثلا شوية أدمج، لأن أبي طبيعي أكثر فلازم أدمج. أوكي هني أدمج الأطراف مع باجي الفونديشن اللي أنا حاطته، دخل الكونسيلر بالفونديشن. شوفوا شلون نرسم الحاجب. خلي اقول لكم شيء يضحك، ميك اب فور ايفر اول ما اشتغلت معاهم، تذكرون لما نزلنا قبل سنه ما ادري سنه ونص حمر مع بعض كولكشن كامل، اول شيء قبل لا نسوي هالكولابوريشن مع بعض حضرت معاهم برنامج حلوه رمضان حلقه، فسووا لي فرش باسم كل الفرش اللي عندهم، من ضمنهم هذه الفرشة. شوفوا ايش كبرها، مو فرشة هايلايتر اللي نعرفها، نسها بس على أصغر. وفكر يا ربي هذه الفرشة حق شنو، وفكر وفكر وفكر. المهم من فترة وفترة أقعد ألم أغراضي اللي ما أستخدمها أحطها بالتخزين، من ضمنهم هذه راحت.
بعدين شفت توتوريال ما ادري منو كان مسوي ان هذه تو هايلايت تحت الحاجب. شوفوا جمال القصه مالت الفرشه، ابايه مقصوصه صح حق هالمنطقه. بعدين كان استوعب قلت اوف هذه فرشه جباره، شلون ما طرع على بالي استخدامها شنو. فمن يومها وانا ما استغنى عنها، لانه بكل لوكاتي لازم احط هايلايت هني لازم. فالحين هذه الفرشه تسهل لي لان مرسومه على المنطقه رسم. فراح اخذ من هايلايتي بيبستر هايلايتر، راح اخذ اللون اللي هو كاليانو نتفة وانور تحت الحاجب هني. ووزع اموت على الفرشه، صرت ما استغنى عنها. يعني حتى احس اني يعني بس ما اقدر اسوي هايلايت تحت حواجبي فرشه ثانيه. شوفوا الحاجب، احب اوريكم قبله وبعده راح تنصدمون. الحين عاد يا الوحش دور الوحش، اثبت كل شيء بالجل الشفاف مال بنفت اللي يسوي قفل على كل اللي سويته لين تشيلونه بميك اب ريموفر. هني ابي سبايكي، هني شويه يتدرج، بعدين عاد الم الدنيا وامشط الباجي. لا تحطون ما خربت شيء. عندي بالذات هني شعر اللي بالطرف ابي ثابت لانه يصير دائما كشه، بعدين بالطرف انمشط او بس هذه شوية نطة. ايوة ايش رايكم؟ هذا توتوريال الحواجب اللي انا دايما اسويه حق عيني. ان شاء الله يكون سهل، ما في ادوات وايد، وسهل وبسيط، وبس تاخذ ايدكم على الموضوع صدقوني راح يصير سهل عليكم. الأهم الأهم لما نرسم خط من البداية للنهاية مرة واحدة، لا رسموا وامشوا مع الشعر راح يكون شكله طبيعي أكثر. زائد إن لا تستخدمون ألوان أغمج بوايد من لون حواجبكم عشان هم يبين طبيعي، بلس إن اعتمدوا التمشيط بكل الخطوات راح يوزع لكم اللون وراح يرسم لكم الحاجب صح، راح يعني يفتح الخيال عندكم انه شلون ارسمه شلون اضبطه. يعني مشطوا على طول وانتم تشتغلون، مشطوا 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 صدقوني راح يطلع مع حاجبكم من اروع ما يكون. وان شاء الله تكونون استفدتوا، وبس احبكم وايد، احب كذي اسوي لكم اشياء حلوه. المهم هذه الخطوات راح اصورها لكم بفيديو وانزله لكم انستغرام علشان ينحفظ عندكم على طول ويكون مرجع لكم اذا نسيتوا اي خطوة ونسيتوا اي منتج. شوفوا الفرق، شنو هذا؟ واو سهل. يلا عاد سهل، كلكم طبقوا. اي صح صادقين، احب احط لكم الهايلايتر رقم بالبوتيك. اما العدسات هذول حصري عندهم فهد، بس أنا وايد أحب لونهم فدايما ألبسهم، اسمهم شي جولد أمارة، بتلاقونا بوتيك الفنانة أحلام. شنو بعد؟ إيه وحطيت لكم كل شيء، المسكرة أي مسكرة تحبونها، حطيت مسكرة قدامي، الآيلاينر آيلاينر الستامب الحين بحط لكم إياه. طبعا أنا عدلت آخر شيء، مو هذه الرسمة اللي يعطيكم إياها الستامب، أنتوا تعدلون بعدين مع القلم. وبس بصور لكم الفيديو حق الانستغرام، وكتبوا لي اسئلتكم، وكتبوا لي اذا كنتوا استانستوا على هذا الدرس، واذا تبون دروس ثانيه بالتفصيل كذي وتكون دقيقه بموضوع سبيسيفيك هم كتبوا لي، بس انزل البوست.